يشتكي عدد من مستعملي الطريق والمواطنين عامة من حالة الطرقات واهترائها طرقات، يؤكد عدد من المستجوبين أن الحفر والمطبات والتشققات قد طغى على أغلبها في ظل دفع سنوي لمعاليم جولان السيارات، صيانة منعدمة أو منقوصة قد تؤدي لخسائر مالية لعرباتهم لدى عدد مستعمل الطريق. وتشوف الطريق معناها حالة يرثى لها، معناها مش قادرين نحن على الدولة الفلوس اللي تاخذ بها من السيارات البنيات والتواكس، والواحد اللي قاعد نثقل على المواطن الكل منين قاعدة وين قاعدة تمشي. وضع كياسات ما يعجبش، كياسات كلها حفر وكلها فمنا وكل يعني قلت عليك تمشي في بيس ماكش في تمشي في كياس، نخسروا في خسائر كبيرة في لونتروتيان نتاع فمنا لا الكراه. الطريق راك تشوفوا له حالته سيئة جدا، كير الحفر نخلصوا في التاكسي في التاكس في وفي الاوراق وهاك تشوف الطريق ما مش طريق هذا. كهرباء هذه شارع عمرها 5 سنين، تو تشوف تقول عمرها 20 سنه من الحفر، تهرب من حفره تجي في حفره. فينا تخلص والكياسات لا راكن لا بكرو. عدنان بواسيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات طالب بدعم الموارد المالية للبلديات، مؤكدا أنه رغم المجهود الذي تبذله البلديات في تونس في عمليات الصيانة للطرقات إلا أنه يبقى ضعيفا. في الأربع ولا خمسة سنوات هذه البلديات كلها في كامل تراب الجمهورية عملت عبدت وقامت بصيانة ما يقارب 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر هذوما يقارب 20% من الطرقات نتاعهم في 5 سنين، وهذا يسمى جهد يذكر فيشكر، لكن يقعد ديما جهد ضعيف. اليوم معلوم الجولان اللي يدفعوا فيه المواطنين الكل، يدفعوا في معلوم الجولان للدولة، والدولة تاخذ في معلوم الجولان ما تستنفع به البلدية في حتى شيء. علاش اليوم البلديات ما تتمتعش بمعلوم من الجولان؟ علاش ما تاخذش نسبة؟ لأن هي المسؤولة على الصيانة. صلاح الدين الزواري مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز يؤكد أن الاعتمادات السنوية غير كافية وأن هناك ترشيدا على مستوى التدخلات، مذكرا ما لدور الوزارة في هذا السياق من تدخل عميق ودوري على مستوى الصيانة من مسح للحواشي وجهر للمنشآت المائية وصيانة العلامات المرورية وإصلاح الحفر وغيره من تدخل عاجل وحيني. يتم تخصيص اعتمادات تقدر ب 250 مليون دينار لصيانة الطرقات هذه الكل والمسالك، منها تقريبا 50 مليون دينار لفيت المسالك لصيانتها على مدى السنة. بالنسبة للاعتمادات هذه السنوية هي غير كافية أكيد، لأنه ما عندنا أكيد فيها ترشيد لاستعمالها، لكن عندنا حسب الاستراتيجية معناها أنه التدخلات متاعنا فيها إمكانية أنه تستوعب أكثر من الاعتمادات هذه، قرابة 400 مليون دينار هي طلبات الملحة باش يتم التدخل معناها في كل المجال المخصص لوزارة التجهيز. هذا يؤكد الزواري أن في تونس ما يقارب 20000 كيلومترا من الطرقات المصنفة وطنيا وجهويا ومحليا راجعة بالنظر لوزارة التجهيز، وشبكة من المسالك تقدر ب 28000 كيلومتر من المسالك المعبدة والمهيئة، وأن صيانة كل هذه المسالك ترجع بالنظر إلى وزارة التجهيز.